السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على واحد من أمتع الديزاين باترنز اللي أنت ممكن تستخدمها بعد كده في حياتك العملية as a developer. الديزاين باترن ده اسمه decorative design pattern، والحقيقة هو decorative دي يعني ليها تسمية لطيفة شوية، لأن هو عامل زي التورته اللي انت بتزينها بشويه شوكولاتات، وبعد الشوكولاته تحط فوقيها مش عارف لير شمع، بعدين لير مش عارف سكر، بعدين لير كذا كذا كذا. فهي عباره عن اوبجكت كونكريت انت عمال بتلفه، تعمل له رابنج ب ليرز فوق بعضها، عشان كده سموه ديكوريتيف ديزاين باترن. طيب تعال نفهم اصل المشكله منين. اصل المشكله ان انت عندك هنا حاجه اسمها كلاس اكسبلوجن. هنفهم هو الكلاس اكسبلوجن ده جاي ازاي. تخيل كده انت عندك كافي، قهوه كافيتيريا، وعندك بتقدم نوع من انواع البيفريجز اللي هي مثلا هاوس بلندد، دارك روست، اكسبريسو. وبعد كده حضرتك قمت قررت ان انت كل واحد من انواع القهوه اللي عندك دي ان انت تحط عليه شويه بيفريجز، زي مثلا ايه؟ ممكن يبقى عندك اكسبريسو بس الاكسبريسو دي عليها ميلك، فتقوم جاي عامل لها كلاس، مش عارف اكسبريسو ميلك وشوجر تعمل لها هي كمان كلاس، طب مش عارف هاوس بلند ووايت، مش عارف ستيمد ميلك وموك. فيحصل عندك حاجه مشهوره جدا اسمها كلاس اكسبلوجن، تعمل لكل كلاس منفرد، تعمل له الكلاس بتاعه اللي فيه كوست فانكشن بتاعتك، وتيجي بعد كده تفكر فيها. طيب افرض ان انت عندك الميلك بلايس، الميلك برايس تشينج، هتعمل ايه؟ هتروح تلف بقى على كل الكلاسز دي تدور على كلمة ميلك وتغير فيها البرايس بتاع الميلك عشان الفانكشن بتاعت الكوست دي تبقى محسوبة كويس. يعني هي ادي فيها ميلك، اهي فيها ميلك، فيها ميلك، فيها ميلك، دي ما فيهاش، دي ما فيهاش، دي ما فيهاش. طبعا الموضوع ده مزعج جدا ومستحيل ان هو يتعمل. فهيجي واحد يقول لك طيب انا عندي فكرة حلوة جدا للسيتويشن ده، تعالى هنا نعمل كلاس كبير اسمه بيفرج، ونعمل هنا كل البيفرج اللي انت ممكن تحطها فوق السوليد اوبجكت بتاعك ده، زي الميلك، الصويا، الموكا، الوايب. وبعدين اعمل هنا شويه فانكشنز، هاز ميلك، هاز صويا، هاز موكا، هاز كذا، وخلي الناس دي تورث الكلام ده. فلو انا مثلا عاوز اشرب اكسبريسو وز ميلك، يبقى انا هاخد الكلاس ده، وبعدين هسال، عاوز احسب الكوست، هسال if has milk and مثلا هاز ميلك، يبقى حط على الكوست كذا، اف هاز مش عارف صويا يبقى حط على الكوست كذا، اف هاز كذا حط على الكوست كذا. وطبعا هنا هت اند اب ويز 50,000 اف ستيتمنت علشان تنادي على الفانكشنز دي، وفي بعض الاحيان انت فعليا مش هتستعملها. يعني واحد عاوز يشرب اكسبريسو ويز ميلك فقط لا غير، فهو هيورث الصويا والموكا والوايت بالفانكشنز بتاعتهم ومش هيستعملها. فبالتالي انت كده بقيت بتورث حاجات وانت ما بتستعملهاش، وده الحقيقة واحد من اكبر الاخطاء اللي انت ممكن تعملها في اي ديزاين في الدنيا. not all needed to be subclassed. فهنا هيجي لك بقى واحد من اهم الديزاين principles اللي انت تاخد بالك منها بعد كده. design principle: classes should be open for extension but closed for modification. يعني لازم الكلاس بتاعك يبقى مفتوح ان انت تاكستند، تعمل انهيرتنس منه، لكن يبقى مقفول ان انت تعدل فيه. وعشان كده احنا بنكرر ان انت لازم كل شويه تقفل التعديل في الكلاس بتاعك. فهيجي هنا بقى فكره الديكوريتيف ديزاين باترن، يقول لك طب تعالى ناخد الدارك روست اوبجكت اللي هو اول اوبجكت، وبعدين نعمل له رابنج باوبجكت ثاني، ورابنج باوبجكت ثالث، ورابنج باوبجكت رابع، وهكذا. فتمسك هنا اهي، ادي الاوبجكت اللي اسمه دارك روست، وبعدين تلفه بالموكا، فبقى اصبح الاوبجكت الدارك روست في عندك بوينتر من الموكا بيشاور عليه، وبوينتر من الوايت بيشاور على الموكا، بيشاور على الدارك روست، وهكذا. فالديفينيشن بتاع الديكوريتيف ديزاين ايه؟ هو اتاتش اديشنال ريسبونسبيلتي تو ان اوبجكت دايناميكلي، يعني في الران تايم. Decorators provide flexible alternative to subclassing for extending functionality. وده الحقيقة هيبقى طريقة مفضلة عن ان انت تقعد تعمل مليون كلاس او مليون سب كلاس على الفاضي. طيب الفكرة بقى هي ايه؟ هتيجي هنا تعمل كلاس كبير كل الناس تورث منه، ويجي هنا الاوبجكتس السوليد بتاعتك تبقى موجودة على الشمال هنا، والاوبجكتس اللي هي الديكوريتيفز هتتحط على اليمين هنا،
ويبقى في منها ريفرنس على الانترفيس اللي قاعد فوق اهو. ادي عندك هنا كل البيفرجز اهي، الديف والاكسبريسو على الشمال، وكل البيفرجز هتبقى ورثه من الكوندمنت ديكوريتور، وهيبقى عندها ريفرنس على البيفرج كلاس. طبعا استخدامات بقى الجزء بتاع الديكوريتيف باترن ده موجوده في حاجات كتيره جدا، زي الجيم ديفلوب، عاوز تعمل ابجريد للويب بوم بتاعك، عاوز تعمل ابجريد للكار، عاوز تعمل ابجريد مش عارف للاسلحه بتاعتك، كل دي ديكوريتيف ديزاين باترن اهو. ادي البيز ويبون، ادي الويبون اكسسوري، ادي الناس اللي وارثه منه، وعندك ريفرنس على ايم اند فاير، وكل ده بيحسن في البيز ويبون اللي موجود عندك. طيب تعالى بقى نشوف الكودينج. هنعمل هنا ابستراكت كلاس اسمه بيفرج اهو، وعنده فانكشن اسمها جيت ديسكريبشن بتريتيرن ديسكريبشن، وفانكشن اسمها كوست ملهاش امبلمنتيشن، اللي هي الفانكشن اللي انت شايفها هنا اهي، وادي مفيش امبلمنتيشن اهو، سيمي كولوم اهو. وبعدين هنيجي هنا نعمل ديكوريتور اهو، وبنكستند البيفرج، وهنرجع الجيت ديسكريبشن دي نرجعها لاصلها، نرجعها هي كمان ابستراكت علشان اللي يورث من الكوندمنت يضطر يعمل لها امبلمنتيشن غصب عنه. طيب هنيجي بقى اول حاجه ناخد العيله اللي هي الكونكريت اوبجكت اللي هو الاكسبريسو، عنده برايس، وادي البرايس اهو محطوط، ادي البرايس بتاعنا، هركز هنا على الكوست في الاكزامبل ده اهو 1.99، هو ده فعلا البرايس بتاعه. طيب تعالى بقى نبص هنا، ادي الموكا هيكستند الكوندمنت ديكوريتور، وهتلاحظ هنا ان هو عنده ريفرنس من اول انترفيس اهو. بص بيفرج 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 سمول، ايه ده؟ ده عباره عن ريفرنس اهو، شايف الريفرنس الجميل ده؟ هو ده الريفرنس اللي احنا بنتكلم عليه، ان هنا ده عنده ريفرنس على البيفرج كلاس. وبعدين في الكونستراكتور بياخده بيخلي الزيت دوت بيفرج ايكوال بيفرج اللي انت بعته له هنا. بص بقى الفانكشن اللي اسمها كوست بقى شكلها حلو ازاي؟ return 0.2 plus recursive call للفانكشن اللي اسمها cost اللي موجوده في البيفرج انترفيس، وبما ان ده هيبقى انترفيس هيشاور على الاوبجكت اللي جواك، فهتقدر تحسب الكوست بتاعه كانك بتعمل recursive call، بس مش recursive function، it's a recursive object، وهو ده المختلف في الديكوريتيف ديزاين باترن. طب تعالى بقى نشوف بقى المتعه بتاعت الديكوريتيف ديزاين باترن. انا هاجي هنا اقول beverage equal new expressor، يبقى انا عملت هنا solid object، تعال نرسمها كانك بالظبط هنا عملت solid object، خلينا ناخد الاكزامبل ده اهو، ادي beverage expresso، يبقى انت هنا عملت solid object خلاص. وبعدين اطبع لي cost، فاهم؟ جاي طابع لك 1.99. طيب تعالى بقى نشوف الاكزامبل اللي بعدها كويس. الاكزامبل اللي بعدها هيقول لك beverage beverage 2، ادي بيفرج 2 ايكوال دارك روست، يبقى ادي اول سوليد اوبجكت، وبعدين بيفرج 2 اللي هو ده ايكوال نيو موك، يبقى تعال الاول نعمل ادي نيو موك وبعت لها هنا ايه؟ بعت لها هنا بيفرج 2 شخصيا. طب هو ده كان عباره عن ايه؟ ده كان عباره عن الريفرنس اللي جوايا هيشاور هنا على بيفرج 2 اللي هو ده، يبقى كانك بتقول الريفرنس اللي جوايا خليه يروح يشاور على بيفرج 2، واللي يطلع من القصه دي هتسميه لي بيفرج 2، كانك مسحت ده وخليت بيفرج 2 يبقى واقف هنا فعليا. يبقى اول مره ادي الدارك روست ده السوليد اوبجكت، تاني مره بقى عندك هنا الاوبجكت اللي اسمه موكا. طيب تعال نشوف بعد كده هنلفه كمان مره باوبجكت جديد اسمه موكا، يبقى هنا ادي موكا تانية اهي، وبرضه هيبقى اسمها بيفرج 2، والريفرنس اللي هنا ده هيشاور على هنا، وبعد كده هنلفه بوايب، يبقى ادي الوايب اوبجكت اهو، وهتخلي ده يروح عنده وده هيبقى اسمه بيفرج 2. فتلاحظ هنا ان انت كانك عملت ايه؟ كانك عملت نستد كول لفانكشنز، بس هم الحقيقه مش فانكشنز، دول اوبجكتس، وتيجي بعد كده تنادي على الكوست، فايه اللي يحصل بقى؟ ها الكوست كان عباره عن ايه؟ تعالى نفتكر كده، الكوست رجع رقم بلس بيفرج دوت كوست، فانت هتقوم جاي هنا في الرسمه دي هترجع رقم اهو، وليكن مثلا هنا 0.2 بلس الحاجه اللي بيشاور عليها بيفرج دوت كوست، يقوم جايب ده هتقوم مرجع 0.9 بلس الحاجه اللي بيشاور عليها، هيطلع
1 بوينت مش عارف كذا بلس 1.99 اللي هو السوليد السوليد نمبر بتاعك، وفي الاخر يبقى انت كده حسبت فعلا الكوست المظبوط. طبعا ده شكلها زي ما انا شرحتها كده. والحقيقه تعالى بقى نبص عليها في الكودينج، هتلاقي الموضوع في منتهى المتعه. تمام، ليه بقى؟ لان انت دلوقتي بقيت ايزوليتد، يعني بتوبن الكلاس بتاعك ان انت تكستند منه، لكن انت في نفس الوقت ما بتعدلش فيه. طب تعال نشوف، ادي الكلاس اللي اسمه بيفريدج اهو، بيرجع هنا ديسكريبشن ويرجع كوست، وادي الكوست مقفوله اهي. وادي ابستراكت كلاس اسمه بهارات ديكوريتور، عنده بيفريدج، وهنا برضو قافل الجيت ديسكريبشن. وهنيجي هنا بقى، دي السوليد اوبجكت، هو ده السوليد اوبجكت اللي انا عاوز، الكونكريت اوبجكت اللي انا عاوز اقفله. وهرجع له هنا ديسكريبشن اسمه اكسبريسو، ولاحظ انا هشتغل على الكوست، الكوست ايكوال 15. حلو. طيب عاوز بقى اعمل ديكوريتور سينامون اللي وارث من بهارات ديكوريتور. تعال نشوف ايه بقى بهارات ديكوريتور ده. بهارات ديكوريتور ده هو ده كان العيله بتاعت الديكوريتورز اللي عندي، اللي هو وارث من بيفريدج اهو. اللي هو عنده فانكشن اسمها كوست ملهاش امبلمنتيشن، فانت هتقوم جاي هنا اهو، ادي سينامون اهو وارث من بهارات ديكوريتور، عنده هنا ريفرنس من النوع بيفريدج، بياخده في الكونستراكتور اهو، زيز دوت بي بي بتساوي بي اكس، بيست الديسكريبشن، والكوست بتساوي 50 زائد الكوست. ادي كلاس جديد اسمه موك، وبعدين هنا اهو ادي بي بي دوت جيت ديسكريبشن و5 بلس بي بي دوت كوست. كلاس جديد اسمه شوكو شوكولاته، برضه وارث من بهارات ديكوريتور، وهكذا وهكذا، وميلك اند سون. المين بروجرام هتيجي تقول لي هنا ايه؟ ادي بيفريدج ده من الانترفيس بتاعك ايكوال نيو اكسبريسو، وبعدين بي ايكوال نيو موك، عملت له سراوندنج بموك، بعدين سراوندنج بميلك، بعدين سراوندنج بسينما، بعدين سراوندنج بشوكولاته، وفي الاخر بقول له اطبع لي البرايس بتاع كل اللي انت عندك ده. فهنلاحظ هنا ان البرايس فعلا هيطلع البرايس المظبوط اهو، ادي فعلا طلع لي هنا البرايس 130 وده مظبوط. طب تعال بقى نفهم فكره ان انت الكلاس بتاعتك تبقى اوبن فور اكستنشن. انت نمت وصحيت، الكاستمر بتاعك جه قال لك والله انا طلعت بيفرج جديد، وليكن مثلا اسمه شوجر. كل اللي انت هتعمله ايه؟ هتقوم جاي هنا ايه، بابليك كلاس شوجر اللي وارث من بهارات ديكوريتورز، ده ديكوريتور جديد خلاص. وبما ان انت وارث من بهارات ديكوريتور، فبالتالي انت كده لازم تروح تمبلمنت جيت ديسكريبشن وجيت كوست. تمام اهو، لازم تروح تاخد دول تعمل لهم امبلمنتيشن، اذروايز البروجرام بتاعك مش هيكمبايل. ومثلا نيجي هنا نقول ده هيبقى اسمه شوجر، وطبعا هنا لازم يبقى عندي ريفرنس بقى، ما ده اللي احنا اتفقنا عليه، لازم يبقى عندي بيفرج بي في، هو ده الريفرنس بتاعي اللي انا بستخدمه، ولازم اخده في الكونستراكتور. وادي كوست اهو، مثلا نخليها رقم 250 جنيه عشان يغير لنا الكوست فعلا. وتعالى هنا نقوم جايين مستخدمين وتعالى هنا نيجي، فاضل لنا بس في الكونستراكتور بتاع الشوجر، اجي اقول هنا في الكونستراكتور اهو بابليك شوجر اللي بياخد بيفريدج اسمه بي اكس، واجي اقول هنا ان البي في اهو this dot بي في equals بي اكس. يبقى انا كده كل اللي انا عملته، ضفت كلاس جديد ورث من البوريتور، خليت الريفرنس ده يشاور على ده، حطيت الحاجات بتاعتي، and I didn't touch the original class، وهي دي اهم حاجه. الكلاس بقى اللي هو اسمه اكسبريسو ده ما جتش جنبه، انا بس اشتغلت في الجزئيه اللي على اليمين. وحاجه في المين بروجرام اقول هنا ايه بقى، بيو equals new sugar وابعت بي او القديمه. تمام، فلما اجي اعمل run شايف اهي، ادي الرقم بتاعك اللي انت حطيته ده، ال 200 اتجمع على الرقم القديم اللي كان موجود عندك، فعلا طلع لك الرقم مظبوط. فكده تبتدي تفهم بقى، الله ده كده الديكوريتيف ديزاين باترن ده هيحل لي بقى مشاكل ملهاش حصر. على سبيل المثال، مثلا انت عندك
عندك مثلا شوبينج كارت في السيستم بتاعك، عندك شوبينج كارت، هتضيف ثمن الشيبمنت، وبعدين يبقى انت عندك الاول ايه ثمن البضاعه بتاعتك، مثلا 5 جنيه 10 جنيه، هتضيف عليها ثمن الشيبمنت، يبقى كده هتعمل لها رابنج بالشيبمنت، بعدين تعمل لها رابنج بالكوست بتاع التاكسس، بعدين رابنج بالكوست بتاع مش عارف ضريبه مش عارف كذا، الفات كذا كذا كذا، تقعد تضيف عليها اللي انت عاوزه. الامثله بتاعت الديكوريتيف ديزاين كانت كتيره جدا جدا يعني، وكل حاجه هتيجي تعمل لها رابنج، تعمل ابجريد لويبون، تعمل ابجريد لهيرو في استراتيجي جيم، تعمل ابجريد للاكونت بتاعك، يعني مثلا الاكونت بتاعك بيشوف 5 حاجات، هتعمل له ابجريد هيشوف 10 حاجات، هتعمل له ابجريد يشوف 15 حاجه. كل دي اكزامبلز للديكوريتيف ديزاين باترن، والحقيقه مستعمل بشده في ديفرنت ابلكيشنز، ومن من الحاجات اللطيفه. بس طبعا لازم تاخد بالك من الريكيرسيف كول للفانكشنز، لان في بعض الاحيان ده ممكن يبقى ليه تريد اوف. شكرا، ونلتقي في ديزاين باترن جديد ان شاء الله.